الحقيقه الكليه عندي بتتميز البرنامج فيها بان انا بتبع النظام الاوروبي والامريكي، وفي حاجه اسمها ستودنت وركينج رول، بحيث ان انا الطالب مجرد ما بيدخل عندي الكليه وانا بتابعه من اي تو زد. اهم حاجه عندي ان احنا حرصنا من داي 1 ان احنا نعمل اتفاقيات للطلبه مع مستشفى 57357 ومع هيئه الدواء المصريه، في ورش عمل بتتم بصفه مستمره للطلبه، في اكتيفيتي بيتم، في كوميونيكيشن سكيلز بنعملهم، بريزنتيشن سكيلز بنعملهم، فولو اب، وبعض البرامج التوعويه بحيث ان انا اضمن للطالب سوق العمل ان هو يتخرج طبقا لاحتياجات سوق العمل الفعليه اللي هي بتتجدد يوم بعد يوم. كليه طب جامعه المنصوره الجديده بتشمل ثلاث اقسام رئيسيه، في اقسام البيزك ميديكال ساينس، علوم الطبيه الاساسيه، علوم الطبيه الاكلينيكيه، وقسم التعليم الطبي. طبعا دي الاقسام الثلاثه الرئيسيه اللي بتشملها اي كليه طب دلوقتي. البيزك ميديكال ساينس بتعلموا فيه التشريح والفسيولوجي والباثولوجي وكده، الاقسام الاكلينيكيه اللي هي اللي بتقابل المريض، والتعليم الطبي بقى ازاي الطالب بيتعلم، ازاي بيستخدم مهاراته، ازاي يستخدم امكانياته، ازاي يفكر كويس، التواصل مع المريض. كل دول بنستخدمهم، ما هماش منفصلين عن بعض، بيقدموا الى الطالب بصوره متكامله. الحقيقه برنامج الطب والجراحه جامعه المنصوره الجديده من برامج الطب الحديثه المميزه جدا، بتتميز بتطبيق النظام واستراتيجيات التعليم الطبي على احدث استراتيجيات موجوده، يعني بتعتمد بصوره اساسيه على الطالب، هو بيبقى بنسميها student centered او محور العمليه التعليميه هو الطالب. فبنركز جدا على الجانب الانشطه، ان الطالب يحصل على المعلومات بنفسه، مش بس بياخد المعلومات للامتحان بس، لا هو حريص على جمع المعلومه وعلى تطوير مهاراته بصوره كبيره جدا. بما اني بعمل بايو فيزيكس فبيخدم تطبيقات الطب او تطبيقات الفيزياء، ازاي بنستخدم الفيزياء في تطبيقات الاسنان او تطبيقات من الفم والاسنان، يبقى لازم اوري له بتجربه علميه بسيطه الطالب يقدر يعملها وهو لسه في سنه اولى، يقدر يبان من خلالها ازاي التجارب دي بتحصل او ازاي اعرف الخسائر اللي بتحصل. هي طبعا موفر لنا كل حاجه، يعني مثلا احنا هنا في المعمل اهو في احدث الاجهزه واحدث الطرق اصلا بتدرس لينا عن الكليات التانية وعن الجامعات التانية. المناهج بتاعتنا مناهج نقدر بيها نشتغل بره بعد ما نتخرج، او نقدر بيها نكون في سوق العمل، وهم اصلا كمان بيدربونا على ده ان احنا نكون في سوق العمل بعد ما نخلص. ان احنا يعني احنا حتى التريننج هننزله في 57، وتم تعاقد مع شركه ادويه ان احنا برده ما نخلص ان احنا نشتغل فيها، يعني كمان بيشتغلوا معانا على سوق العمل. عندنا مثلا في سوق العمل ان احنا عموما كل كليات الطب بيدرسوا الحاجات كلها بواقع، ان هو لا دي مواد يعني كلها حفظ، ما فيش ربط بالحياه الكلينيكيه. عندنا هنا ربط كل حاجه بالحياه الكلينيكيه، ندرس مثلا المواد بتاعتنا كلها مربوطه بالحياه الكلينيكيه، وعندنا ماده كلينيكال، يعني بيجي لنا اطباء جراحه وبطنه وجلديه، كل انواع الدكاتره دي بيربطوا لنا المعلومات بتاعتنا بالحياه الكلينيكيه كلها. اكتر حاجه مميزه فيها الدكاتره اللي فيها، طريقه شرحهم، وان هم بيكونوا عايزين فعلا يعلموا الطلاب، وفي اي وقت انا ممكن اروح لهم عندي اي سؤال، عندي اي استفسار، هم فعلا تحسهم ان هم بيحاولوا يوصلوا المعلومه، عايزين يساعدوك، فده اللي خلاني اختار الجامعه دي. والجامعه هنا بتوفر اجهزه كتيره وحديثه بتقدر ان عشان احنا نقدر نشتغلها في المولكيولار بيولوجي، زي ان احنا بنعمل اوبزرفيشن للدي ان اي والار ان اي، ودي حاجه لازم ان احنا بندرسها في المولكيولار بيولوجي. وطبعا الاقسام دي كلها مش موجوده في، يعني مش موجوده بره كتير. لما جيت هنا اتفاجئت ان احنا بنشوف اعظم حاجه لطالب كليه العلوم هو الاوبزرفيشن، اللي انت كل حاجه قادر تلاحظها وتتابعها من خلال التجارب. فبالتالي العلم اللي احنا بندرسه ده نقدر من خلاله نخدم مجتمعاتنا في مجال كتير، زي الساينتفك ريسيرش اللي احنا كلنا نطلع نشتغل في الساينتفك سنترز، او نشتغل في مراكز الابحاث المتخصصه في تخصصات معينه زي دي. انا حبيت اخد التجربه واخش هنا في المنصوره الجديده، وطبعا لما دخلت طبعا لقيت ترحيب طبعا من دكتور معوض الخولي رئيس الجامعه، واكيد طبعا تكريمي على الجامعه كان نتيجه تفوقي واجتهادي، واللي انا كنت الاول على جامعه المنصوره الجديده في كليه الطب البشري، فعشان كده دكتور معوض اختارني عشان اتقرب من فخامه الرئيس. طيب المنصوره الجديده دي، الجامعه تحديدا جامعه المنصوره الجديده دي، انا شفتها لما كنت رايح المنصوره الجديده، فانا شفتها بعناية، وهقول لكم ليه بقول لكم شفتها بعناية. مباني مهوله ضخمه، كل حاجه خلصانه، مفيش حاجه. خلوني الاول ارحب بضيفنا العزيز دكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنصوره الجديده. منورنا يا دكتور.
اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف استاذ المشاهدين. بقى انا كنت بقول لحضرتك ايوه انا شفت الجامعه واحنا رايحين افتتاح المنصوره الجديده، قلت لي طب عارف انها ما كانتش موجوده من سنه ونص، يعني هذا الصرح الضخم وباذن الله اللي هيبقى واحد من اهم الصروح العلميه عندنا، من سنه ونص ما كانش موجود تماما خالص. تماما. ارض فضاء. ارض فضاء. احنا بدينا اول عمل في جامعه المنصوره الجديده يوليو 2020 اول حاجه، القرار الجمهوري صادر في اغسطس 2020، يعني احنا خدنا الاوكي ان احنا هنبدا يوليو 2020 تقريبا في اغسطس 2021، يعني بعد سنه تماما من بدايه العمل في الجامعه كنا بنقبل الدفعه الاولى في جامعه المنصوره الجديده. وده كلام تاني خالص، يعني ده اراده الدوله، اراده يعني الدوله خدت قرار ان احنا هنشتغل في الجامعات الاهليه من 2018. والسيد الرئيس في احد مؤتمرات الشباب وعد مجموعه من الشباب الصغار ان هيبقى في تعليم مختلف، وفي هذه اللحظه صدرت التعليمات ان احنا نقعد نشتغل على ملف الجامعات الجديده او الجامعات، كنا بنتكلم وقتها الجامعات الدوليه اللي الدوله هتتبناها، وكنا مجموعه يعني مش كبيره قوي. المجموعه دي في خلال وقت قصير جدا بقت حوالي 200 واحد بتشتغل. ال 200 دول كانوا بيتفرعوا بيحطوا كل القواعد ودراسات الجدوى والبرامج المختلفه وسياسات الجامعه، وبعد ما اتحددت البرامج اللي هي بيزد على سوق العمل محتاج ايه، وكنا بنتكلم طب هو سوق العمل اللي احنا مستهدفينه هو شكله عامل ازاي، فتيجي الدراسات القديمه والجديده ومجلس الوزراء عشان نقول والله الدوله او الجمهوريه الجديده متجهه لفين، وتوجهات الدوله عاوزه تشتغل في أي قطاعات، فإحنا بالتالي عاوزين في بالتوازي نطلع الخريج المواكب اللي يقدر يدير هذه القطاعات بكفاءة عالية. حلو. فبدأت بنشتغل في الحاجات دي ونبدأ نحط اللوائح، وبعد ما نحط اللوائح نحط مواصفات شكل مش شكل المباني بقى، إيه اللي هنحط في المباني؟ إيه التجهيزات اللي هنعملها؟ إيه الجامعات اللي إحنا هنحطها علامات مرجعية لينا؟ إحنا مش بنشتغل خلاص، إحنا بنشتغل وعينا على السوق المحلي بتاعنا والسوق الاقليمي اللي حوالينا والسوق الدولي. فطب احنا عاوزين نعمل شركات دوليه، لما نعملها احنا هنقول والله احنا عاملين جامعه كويسه تعالوا شاركونا فهيشاركونا، ولا لازم يكون فيه اشارات وامارات ان احنا بنشتغل بمعاييرهم؟ فكان كل برنامج من البرامج اللي احنا اخترناها لهذه الجامعات كنا بنشتغل على ان هنعمل اربع جامعات، هي الجامعات الاهليه الدوليه الجلاله والملك سلمان الدوليه والعالمين والمنصوره الجديده. لأن نحط لكل برنامج من البرامج دول أكثر من بنش مارك أو أكثر من علامة مرجعية. يعني إيه علامة مرجعية؟ يعني هي الكريكولا بتاعتها عاملة إزاي أو المناهج الدراسية بتاعتها إزاي؟ مواصفات معاملها إزاي؟ هو الخريج اللي هناك ده بيتعلم في جامعة من أني جيل بالضبط؟ والجامعات أجيال لما بعد الجيل الرابع، يعني بيسموا الجامعة الذكية دي هي الجامعة بعد الجيل الرابع. فبدأنا نشتغل على هذه الأمور، وبدينا المجموعة دي تكبر تكبر تكبر، لأن كان بينضم لها متخصصين في كل مجال عشان يضع المواصفات بتاع المجال بتاعه. وبدأنا بعد كده هذه المجموعات تتخلص تاني بعد حتى ما قلنا طب هو الطالب اللي هناخده شكله عامل ازاي، نختبره ازاي، نقيس قدراته على انه هيمشي في البرامج اللي هيروحوا ازاي، طب عضو هيئة التدريس اللي هيشتغل بأي كيفية، وهنجيبه من فين. وعملنا مؤتمرات في الداخل والخارج، واتصلنا بسفارتنا في كندا وفي امريكا وفي انجلترا وفي اليابان، وبدانا مع الساده الوزراء المتعاقبين من اول الدكتور خالد عوفر والدكتور ايمن عاشور عشان نبدا نعمل تواصل مع هذه الاجيال، لان كان لنا السياسه بتاعتنا بنعمل برامج مختلفه، برامج بينيه، برامج بنستهدفها لسوق العمل. اثنين، احنا عاوزين نرجع عقولنا المهاجره اللي احنا كنا بنعلمها لحد ما ياخد الدكتوراه ويبص يلاقي التعليم مش مواكب للي اتعلمه فيطفش في أي دولة عربية أو يرجع تاني للدولة اللي علمته، فبنستهدف دول. وبنستهدف الطالب اللي كان بيدور على تعليم جيد، تعليم محترم، وبيطلع يسافر بره مصر عشان يتلقى هذا التعليم. فكان قدامنا المحاور دول، بالإضافة على الأرض هو احنا عندنا مشاكل كتير قوي في التعليم تراكمت على مدار سنوات. هذه المشاكل نصب عينونا كلنا واحنا بنشتغل عاوزين نتغلب عليها في هذا النمط الجديد، ونعمل نموذج مختلف، مش عشان الجامعات دي تبقى متميزه بس، لا، احنا كان عندنا ان دي تكون القاطره اللي تبدا تقدم ممارسات جيده
تنعكس بدورها على التعليم في الجامعات الحكومية. الدولة مش عاوزة تعمل أربع جامعات جيدين وهيلين وبينقلوا التعليم بشكل مختلف، لا، الدولة عاوزة ثمرة هذا التعليم باللي هيجي من هذه الجامعات الحكومية الأم اللي هي علمت كل مصر يشتغل في الجامعات دي، سواء بقى كان بره مصر أو من داخل مصر، يرجع لجامعته محمل بخبرات مختلفة، بأداءات مختلفة، بممارسات مختلفة. فبالتالي تبقى هذه الجامعات هي القاطرة اللي تغير شكل التعليم حتى في الجامعات الحكومية. وعلى فكرة ده بيحصل، ولو احنا شفنا في خلال سنتين هم عمر الجامعات الأهلية، واحنا بادئين في السنة الثالثة في الجلالة والعلمين والملك سلمان، والسنة الثانية في المنصورة الجديدة، هنجد ان انعكاسات هذه الجامعات بان أثره واضحا على الجامعات الحكومية وكمان على الجامعات الخاصة، لان بقى عندنا نمط جديد من احنا كان عندنا التعليم الحكومي المعروف للكل، وعندنا الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية اللي ظهرت وتوسعت الدولة في الجامعات الأهلية، وطلع 12 جامعة السنة دي من رحم الجامعات الحكومية. الكل بيتبارى في البرامج المرنة، البرامج البينية، الطرق الحديثة في التدريس، ووصلت هذه المباريات إلى الجامعات الحكومية. وهذا هو الهدف الأسمى والهدف النبيل، إن التعليم في مصر كله يتنقل لمرحلة تانية. ده كلام بقى حلو، أنا عادة ما بقعدش ساكت، كون إن أنا ساكت أبقى فرحان. ففرحان وسايب حضرتك بمساحة للكلام، لأنه أنا لقيت إنه كلام حضرتك مهم قوي لدرجة إنه بيكون عندي أسئلة أكتر. إحنا عيلة بقالها ثلاث أجيال بتتعلم في الجامعة برة. جدي كان أول دفعة تتخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة، فعمليا برضو تعليم خواجة يعني. لا، أولادكم هيتعلموا في مصر. ما هو احنا الجيل بقى بتاع عيلي ده بيروحوا فرنسا دلوقتي. في منهم واحد راجع اجازه دلوقتي. اللي انا عايز اقوله ايه؟ انا من الناس اللي دائما ما يتقال لها انت عندك شوفينيزم. فانا نفسي العيال ما تطلعش تسافر بره. نفسي يقعدوا هنا، مش علشان فرق السعر والعمله. انا عايز اشوف الجامعات بتاعتي تنافس اوكسفورد وكامبريدج ويال وستانفورد وهارفارد وهكذا. امل حياتي. عندي عقول تبني الجامعات دي. طبعا. أكبر ثروة موجودة في مصر عقول حضراتكم أساتذة الجامعة والعلماء الكبار. فأنا ما صدقت إنه حصلت عندنا طفرة في طريقة تأسيس وبناء الجامعات في مصر. مش بقى المباني، أنا مبسوط خالص إن احنا شغالين بنظام البرامج مش بنظام الكليات المتعارف عليها والمعودة والتقليدية وما إلى ذلك. بس أنا أول سؤال هيجي على بالي، طيب مش بس بخصوص المنصورة الجديدة البنش مارك بتاعها أي من جامعات العالم. أنا فاهم أنه جزء من المعايير هي أنه النشر العلمي في المطبوعات الدولية المعتمدة، جزء من المعايير هي الفاكولتي الأساتذة اللي موجودين، جزء من المعايير هي عدد الانترناشنال ستودنتس أو الطلبة الدوليين اللي موجودين عندي، وده مهم قوي. جزء من المعايير هي قدرتي على انه يبقى في طلب عالي على الخريجين بتوعي في سوق العمل المحلي والدولي في المؤسسات الكبرى. احنا فين بقى في الحته دي؟ طبعا او في الحته دي احنا كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده احنا شغالين عليه. حلو. واحنا في بداياتنا مثلا في جامعه المنصوره الجديده، حضرتك قلت اول معيار اللي حضرتك اتكلمت عليه معيار النشر العلمي. احنا لحد الاسبوع اللي فات كنا ناشرين في المجلات العلميه المفهرسه في المجلات الكيوان، يعني في اعلى 25% من المجلات العالميه، حوالي 78 بحث علمي من جامعه المنصوره الجديده. 78 بحث علمي، وانا يا دوب عندي دفعتين، وانا عندي دفعه واحده، والدفعه الاولى الثانيه بقى لها يعني تقريبا شهرين. تقريبا شهرين. لا مش كده بس، لما نقول هو انا عندي كم عضو هيئه تدريس، احنا ما عندناش اعضاء تدريس بالكثره اللي موجوده في الجامعات الاخرى، لان طبعا بننسب العدد للاعضاء الموجود عشان نشوف حجم الانتاج المعرفي والانتاج البحثي لكل فرد قد ايه. الحقيقه كمان احنا وحضرتك بتتكلم على البحث العلمي، البحث العلمي لابد ان هو يصنع داخل عقول وداخل معامل بحثيه متطوره. العقول موجوده والمعامل، حضرتك اتكلمت على حاجتين اختلاف عن الجامعات الاخرى، وهو النظام البرامج ونظام مراكز التميز والمعامل المركزية. احنا بنشتغل بنظام الشيرد ريسورسز، مش نعمل في كل مكان معمل كذا،
والمعمل ده يتكرر في الكلية التانية أو في المكان التاني. فإحنا بنتشارك في هذه المعامل في المعامل اللي فيها مساحات للمشاركة، والمعامل المتخصصة التخصصية هي معامل تخصصية. من ضمن المعامل اللي بنتشارك فيها عشان نطلع منتج مختلف بعمل جماعي فيه أكثر من تخصص، المعامل المركزية أو مراكز التميز. وإحنا حاليا بنقدم في مشروع على الريسموس بلس، وده اللي بيموله الاتحاد الأوروبي، معانا أربع جامعات، حاجة من تونس وحاجة من المغرب وحاجة واثنين من أوروبا وجامعة عين شمس، عشان نعمل مشروع دولي. المشروع ده جامعة المنصورة ما بتشتغل فيه، مش بيشتغل بكلية معينة نقول كلية الصيدلة ولا الطب ولا العلوم، بتشتغل بأكثر من كلية أو بأكثر من تخصص، عشان الأبحاث دلوقتي هي الأبحاث البينية، الأبحاث التخصصية اللي بتخدم أكثر من حاجة. فده فيما يخص النشر العلمي، واحنا لسه في بدايتنا. يعني عندنا معمل مركزي احنا بنتجه جدا ان احنا نطوره يكون مركز للتميز في منطقة الدلتا وفي مصر كلها. وعلى فكرة المطلوب مننا كلنا في كل الجامعات المصرية يكون فيها مراكز تميز، او مراكز تميز لإقليم الدلتا، مركز تميز لإقليم الصعيد، مركز تميز للقاهرة الكبرى، لان احنا عندنا اجهزة غالية جدا جدا ومش مفروض تتكرر في كل جامعة. لا، ده مفروض دي بتخدم حاجة معينة وتبقى اللي موجود في الدلتا يصح يكون ده مختلف، وتتكامل هذه المراكز عشان مصر كلها تطلع الإبداع والابتكار. احنا 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 عندنا بقينا موجودين في كل التصنيفات العالمية، يعني من الطفرات الهائلة في البحث العلمي في مصر دلوقتي بقينا موجودين عدد كبير جدا من الجامعات في التصنيفات العالمية. لكن هل ماذا أنتجت هذه الأبحاث؟ الخطوة الجاية ان أبحاثنا دي تكون أبحاث مثمرة، لها عائد على الدخل القومي، لها عائد على الاقتصاد المصري، لها عائد على المواطن. فده من ضمن المعايير اللي احنا حاطينها نصب عيننا بشكل كبير جدا جدا، اضافه لمعايير تعليم الطلاب. هو الطالب بقى بيتعلم التعليم التقليدي؟ لا، احنا ما عندناش كتاب مدرسي ولا كتاب جامعي ولا حتى تكست بوك بالمفهوم المعلوم. احنا عندنا مصادر معرفه ومشتركين مع اكبر دور النشر في العالم، هي مصادر معرفتنا، زي اللي حضرتك ذكرت مجموعة من الجامعات العالمية اللي هي في التوب 100 مثلا، مش عاوز اقول التوب 10، الحمد دول التوب 10 لوحده اللي حضرتك قلتهم. فدول مالهم بقى؟ دول بيستخدموا مصادر المعرفة احنا بنستخدمها. يعني احنا عندنا ما بقولش دعاية ولا حاجة، ده شركة من دور نشر الكبيرة اللي موجودة، زي ماجرو هيل مثلا، زي يعني كورسيرا، الحاجات الكبيرة دي هو مصدر المعرفة اللي الطالب في جامعة المنصورة الجديدة بيتعلم من خلاله. بيتعلم، بيدخل على مصدر المعرفة، بيدخل على الكتاب السمارت بوك، بيدخل على الكويزس، بيدخل على الاسسمنت والاساينمنتس اللي بياخدها من على البنوك دي، وبيعرف قيمته. والطالب من دي 1 بيتعلم بحث علمي بالإضافة إلى المعرفة دي. هو اللي بيتعلمه ده بيعود عليه في إيه؟ فيشتغل في البحث العلمي ويتعلم إزاي يبحث عن المعلومة بنفسه. لأن أستاذ يوسف احنا لو بنتكلم على سوق العمل، سوق العمل دايناميك جدا جدا، وممكن طبعا انا ادخل طالب النهارده الجامعه وعلى ما يتخرج يكون سوق العمل تحول. لو ما كانش انا عندي مرونه في طريقه تعليم الطالب وعلمه ازاي هو يبحث عن المعلومه عشان بعد ما يطلع من عندي يستطيع ان هو يكون فلكسبل ويكون يقدر يطور نفسه ويبقى عارف ايه الجديد في السوق ومتعلم كيفيه مواكبه هذا الجديد بنفسه، يكون متعلم مدى الحياه، هيبقى الخريج بتاعنا ده خريج هش ومحتاج طول الوقت حد يعلمه حاجه. احنا بنعلمه داخل الجامعه من اول يوم كيف يستطيع تعليم نفسه، انه يكون خريج جامعه من الجيل الرابع، يعني مبتكر، يعني مبدع، يعني فنان. هو مش متوقف عند حته، يعني كان زمان على ايامي انا اتخرجت 97، فكان على ايامي يقول لك ايه ده داخل كمبيوتر ساينس، يعني بقى اللي هو ده خلاص ده جامد جدا، ده اللي هيجيب الديب من ديله. بعد كده لقينا انه المساله بقى في حاجات تانية، والنهارده العيال بتتكلم في روبوتكس وفي AI وفي حدوته تانية خالص. الكمبيوتر ساينس حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي بقى عندنا مثلا مش كمبيوتر ساينس بس، ده احنا كمبيوتر ساينس وانجينيرنج كومبيوتنج في كل واحد من دول اربع مسارات، زي الانترنت اوف ثينجز والهاي بيرفورمانس كومبيوتنج والكلاود كومبيوتنج والاي اي. حضرتك ده عندي فيها تخصصين، في هندسه الذكاء الاصطناعي وفي علوم الذكاء الاصطناعي، وعندنا البيج داتا اناليتكس. طالما انت بتتحول بقى عندك داتا كبيره، الداتا الكبيره دي لو ما كانش في حد يحلل هذه الداتا عشان تتحول لمعلومه عشان تساعد في اتخاذ قرار رشيد، يبقى احنا ما عملناش حاجه. عندنا هندسه البرمجيات، عندنا من المساهمات الكبيره في الاقتصاد الهندي بس هندسه البرمجيات،
وقعد في مكانه يصدر برمجيات ويعمل برمجيات لكل العالم. فاحنا في جامعه المنصوره الجديده بس الجزء بتاع الحاسب الالي بس او التحول الرقمي في عندنا ما يقرب من 4 كليات داخل جامعه المنصوره الجديده بتعالج هذا الامر فقط. طيب انا هروح للفصل اللي انا مجبر عليه ده، وما هنعمل ايه لقمه عيشنا؟ هنروح للفصل ونرجع مره ثانيه لدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنصوره الجديده. بيقولوا دكتور معوض ده مهم ورائع، وانت ركز فيك ولي امر زي حالاتي، ولو انت سهران لحد دلوقتي وانت عندك بكره الصبح جامعه يبقى عندك مشكله، بس مش مشكله يعني، ركز في اللي بيتقال دلوقتي طالما انت سهران. خليكم معانا بعد الفاصل. اهلا 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 بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب احنا خلصنا من الفصل بسرعه والحمد لله، ونعود مره ثانيه دكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنصوره الجديده. طب الكلام ده تاني هرجع اقول ده مزيكا بالنسبه لي، يجي عندي برضو سؤال. طيب انا مثلا انا عارف انها مش محدده المده، لكن انا عند اكيد اكيد في رؤيه ما، انا امتى هبقى في تصنيف مثلا، انا لو عندي جامعه ولا اتنين بس في مصر، في تصنيف أول 100 جامعة على تايمز أو كيو أس، أنا بالنسبة لي بالبلدي كده اتعشت، ساعتها عرفت إن أنا إيه ماشي صح. إمتى يبقى عندي جامعة في أول 100 على كيو أس أو تايمز؟ في تصور دكتور معوض كرجل طالما ترأس جامعات وعمل على بناء وتأسيس جامعات أخرى. شوف يا أستاذ يوسف، هو إحنا عندنا تارجت مهم جدا جدا ان احنا نعمل شراكه دوليه مع جامعات من التوب 100. حلو قوي. كويس. الشراكه دي عشان نعملها بشروط كويسه لابد ان احنا نكون على الارض اقوياء. أوكي. يعني ما فيش جامعه هتيجي تعمل شراكه مع جامعه المنصوره الجديده او الجلاله او العالمين او الملك سلمان الدوليه الا اذا كان هناك ما يؤشر على ان هذه الجامعه تتبع المعايير العالميه في تاسيس الجامعه وطريقه التعليم واختيار الاستاف واختيار الطلاب وما الى ذلك. احنا في الفتره دي عندنا في جامعه المنصوره الجديده لما تكتمل حوالي 55 برنامج، احنا مفعلين منهم لحد النهارده 29 برنامج. لازم هذه الجامعات تزورنا، احنا زرنا من هذه الجامعات مره واثنين وثلاثه زوار كتير قوي. هو بيجي واحنا في البدايات كده بيبقى منبهر، منبهر من ايه؟ ان هو بيشوف هو تاسيس المعمل بيتم ازاي؟ هو الطالب اللي موجود ده اما بيتحرك ازاي؟ عند ما هذه الجامعات تبدا تتعامل معانا وتعتبرنا على الارض في مصر الهب بتاعتهم، وتقول للطالب بتاعها انا عندي كما لو كان عندي فرع للجامعه بتاعتي موجود في المنصوره الجديده او في العلمين او في الجلاله او الملك سلمان، يبقى احنا اتنقلنا للمنطقه اللي حضرتك بتقول عليها اللي ربما في التصنيفات تتاخر شويه، لان زي ما حضرتك تفضلت كده هم لهم معايير ولهم عدد ولهم كم، وانت بتنافس جامعات قديمه عشان تصل لهذه المرتبه. صحيح. لكن مجرد ما هذه الجامعات تضع قدمها وتثق في اداءاتك وتقول للطالب بتاعها ما تجليش الانجلاند وما تروحليش امريكا، ده فيه جامعه في شمال افريقيا في مصر بتقدم اللي انا بقدمه، وكده هنبقى احنا وصلنا للنقطه السليمه اللي هتؤهلنا وان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. ده بيتم؟ اه بيتم. ده فيه تواصل، احنا انا عندي الاسبوع الجاي طلبه من الجامعه الاولى في طب الاسنان تاني على العالم والاولى في هونج كونج، دول جايين زياره للجامعه بيمروا. احنا في يوم من الايام لازم الطالب بتاعنا يطلع هذه الرحلات العلميه في جامعات العالم عشان يشوف الدنيا فيها ايه. الطلبه اللي جايين دول مش جايين علشان حاجه، ده هو تبادل طلابي عشان يشوف هم الاخرين بيشتغلوا ازاي وبيتعاملوا ازاي ويشوف هو فين من الاخر. ده مسعى من ضمن المساعي اللي احنا بنعملها مع الجامعات اللي احنا متكلمين معاها. يعني احنا عندنا مش عاوز اقول هو ام او يو، يعني مذكره تفاهم مع جامعات في انجلترا وجامعات في كندا وجامعات في امريكا وجامعات في اليابان، المذكرات التفاهم دي عشان نطلع بقى ونعمل دول ديجري والدرجه في 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 التخصصات المختلفه، لابد ان احنا نكون اكتملنا تماما والبنيه التحتيه بتاعتنا وبدانا. هو عاوز يشوفك خرجت دفعه مشيت المشوار كله باي طريقه، ولا انت نفسك قصير، تاهيلك عامل ازاي، الدوله بتبص لك ازاي، الجمهور اللي عندك بيبص لك ازاي،
انت كنت بادي بتقول انا هاخد في كليه الطب ماكسيمم 300 طالب وفي البرنامج الفلاني كذا عشان بعلمهم بالطريقه الفلانيه، وبعد سنه واتنين بدات تاخد 1500، ولا انت عندك سياسه في تعيين؟ بيسالونا ايه يا استاذ فما بنتكلم، هو انت تقدر تمشي واحد من اللي عندك لو اداؤه مش كويس تقدر تمشيه؟ هو انت بتختاره ازاي؟ الطالب اللي بيجي عندك ده بيجي ازاي؟ انت بتختاره في جامعتك ازاي؟ يعني هو بيسال على امور عشان يطمئن ان لهذه الجامعه سياسات طبعا، وهذه الجامعه لها مجلس حاكم بيديرها بشكل مؤسسي منضبط صح، وهذه الجامعه جامعه مستقله في تفكيرها وبتراعي المساواه والعدل ومفيش تفرقه، وكل الناس اللي عاوز يتعلم ويحقق هذه الشروط اللي الجامعه حطتها عنده الفرصه انه يتعلم. الجامعات دي احنا طالما تعاوننا معاها وعملنا ام بي يو يبقى احنا تخطينا المرحله الاولى، ان الجامعه بتتبع سياسات رشيده والجامعه لها كريكولا تتفق مع الكريكولا اللي هم عندهم في الحاجات دي، وبالتالي اقدر اقول ان احنا على الطريق، وان شاء الله بنسعى ان احنا نكون في مصاف هذه الجامعات في وقت قصير جدا جدا، يعني نكون اقصر ما اي حد متصور ان شاء الله يا رب. طيب يجي برضو على بالي سؤال من ضمن الحاجات اللي عماله تتداعى على الذهن، هل احنا بنعمل بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحث التكنولوجي الصناعي؟ يعني هم الناس دي ما بتبيعش هنا حاجه، يعني سانكشري على سبيل المثال عاملين اقوى روبوت في العالم دلوقتي، فهل مش بتكلم عن ان احنا لازم نعمل كده مع، بس اتمنى نعمل مع سانكشري يعني، لكن هي بنعمل بروتوكولات التعاون بتاعت كده بحيث ان انا يبقى في عندي مثلا طلبه في مرحله معينه من الدراسه يقدر يعمل انترنشيب هناك ويرجع لي؟ ما هو كل ده برضو بيفيدني في الجامعه. طبعا هو اللي حضرتك قلت عليه ده الـ كل اساليب التعاون اللي احنا اتكلمنا عليها بتسمح بكده، ان يبقى عندنا 2 بلس 2 3 بلس 1 4 بلس تدريب، كل ده متاح، ان الطالب مجرد ما نعمل الدول ديجري مع هذه الجامعات الطالب بيبقى مسجل عندي ومسجل على قواعد بيانات الجامعه الشريكه، وبالتالي يستطيع انه في اي مرحله من مراحله يقدر يعمل ترانسفير للجامعه الثانيه ويكمل دراسته، ممكن تعترف بدراستي كامله لان هي معايا مراقبه معايا طول الوقت، او الطالب له الحق حينما يطلب انه يروح سنتين سنه او على الاقل يقعد 6 شهور تدريب. طيب حلو، هو احنا بس عاملين كده يا استاذ يوسف؟ لا، ده احنا عندنا مثلا حد حضرتك مثال، يمكن احنا بنتكلم دلوقتي يكون في مصر، الدكتور هاني مصطفى. الدكتور هاني مصطفى يعني احد العلماء المصريين الافذاذ اللي هو عايش في كندا بقاله اكتر من ربع قرن، وهو كان ماسك هناك برنامج الفضاء، والدكتور هاني مع الجامعات الاهليه وجامعه كيبك في كندا احنا عملنا تحالف الجامعات الاهليه. هو بيشتغلوا ايه بقى الجامعات دي؟ بيتكلم دايما على الثوره الصناعيه، الثوره احنا عندنا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ودخلنا في الخمسه، والخمسه دي بتصالح الانسان مع الاله، الدنيا عماله تتطور وخايفين للانسان يطلع بره المنظومه اللي بيديرها نفسه فبيصالحه ده مع ده. المهم احنا عاملين تحالف الجامعات الاهليه مع جامعه كيبك في كندا مع مين بقى؟ الشريك الصناعي اللي حضرتك اتكلمت عليه سيمنز. حلو. مع العربيه للتصنيع ماشي. لان لابد ان يكون الاكاديميه مع التصنيع مع الشريك الدولي عشان صح. نعمل هذه المنظومه اللي حضرتك بتتكلم عليها، وده قائم حاليا وبنحاول نتوسع فيه في اكثر من اتجاه. انا كده مطمن باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا ماشيين حلو. يعني طبعا في حد يقول لي وانت مين انت عشان تطمن؟ يا عم انا مواطن بيحب البلد دي وعاوزها تكبر وتبقى مهمه، واولادنا يطلعوا زي الفل ويبطلوا يطلعوا بره، ومش عاوز العيال تطلع بره ولما تيجي تاني يقول لك لا انا مش عاوز ارجع انا هكمل في الحته اللي انا فيها، يفضلوا هنا ويبنوها. امال ايه؟ نورتنا يا دكتور وشرفتنا بجد والله، وسعدة جدا 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 بوجود حضرتك معنا، وسعدة بجامعة المنصورة الجديدة باعتباري شفتها ولو حتى من بره من على الوش، إلى أن نذهب هناك بإذن الله سبحانه وتعالى ونشوف ونقابل الطلبة ونقابل الدكاترة ونتشرف بأن احنا يعني نساعدكم في التعريف بهذا الصرح العلمي بإذن الله سبحانه وتعالى اللي يبقى من أكبر الجامعات في الدنيا. شكرا ليك يا دكتور، كل الشكر للدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة. انتظرونا دائما تجدوا ما يسركم الإمضاء، الجمهورية الجديدة في جمهورية مصر العربية. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كان لنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.